كثير مهم يفهم ويقدر كل شخص منا الاختلافات الموجودة بين الناس. مهم كثير نعرف شو هي النواحي اللي بيختلف فيها أنماط الشخصيات الأربعة عن بعضهم البعض. شو بتقبل هاي الشخصيات وشو بترفض؟ كيف ممكن نميز شخصية الدي ونتعرف عليها؟ كيف ممكن نشتغل مع شخصية الدي ونتواصل معه خلال العمل؟ إيش بتعمل شخصيات الدي لما تتوتر؟ شو هي البيئة المثالية اللي بيفضلوا يشتغلوا فيها حتى يكونوا فعالين؟ شو هو الحافز اللي عندهم؟ شو هي طبيعة القائد أو صفات القائد اللي بتجاوب معه الدي أفضل تجاوب؟